قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه فكأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في المسند والسنن، وساق الإسناد إلى أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، أبي عبيدة عن عبد الله، أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهو لم يسمع من أبيه فهو منقطع. فالإسناد هنا ليس بثابت، لكن المعنى أو العقوبة هذه دلت عليها الآية الكريمة وقد أشير إليها في هذا الحديث: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ما السبب؟ قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم.